رجاله جندي تعمل ايه؟ روق هقول لك اصبر. مين ابن خالتي يلعب معانا النهارده؟ السلام عليكم. ايه الاخبار؟ اهلا كبير. تامر امين؟ احمد امين. احمد امير؟ احمد امين. ازيك؟ اهلا. ازيك حاج؟ اخبارك ايه؟ تمام. لا زي الفل. عامل ايه؟ حلو. صوره بين الثلاثه. لا 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 لا، ما احنا هنتصور بقى. ما احنا هنتصور كل ما انا هنلعب لسه وانا معاك لابس نفس الفانيلا وتمام. يلا هنتصور. ايه هنا؟ ايه يا عم؟ ماشي يا حبيبي. فنان جندي. لا ما تعملش فنان، ركز معايا لو سمحت. حاضر. بص انا هلعب كده ايه دقيقه، ها؟ هتصور لي دقيقه، عايز احطها على السوشيال ميديا عشان بقالي كتير ما نزلتش حاجه. خلاص من غير فن خالص. حاضر. اوكي فهمني. حصل طيب. يا نجم الكره المصريه، يا هداف المنتخب، يا لا 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 جندي ما تطبلش، انا ودني اتخرمت. ما تطبلش، خليك عادي. حاضر. ما تبقاش فنان. حاضر. شكلي لعيب تمام. لعيب بس ده امين دخيل على فرقه تقيله اللي هنلعبهم. امال احنا؟ لا احنا اكيد مش داخلين علينا احنا. احنا ما جايين. فاهم؟ فاهم قصدك. هات 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 هات. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ معلش ما انا بوقف. انت بتلعب كوميدي؟ يلا كيمو كيمو. هات هات كيمو. هات كيمو. هو انت بتعديه؟ بس هو اشتغل على نفسه بقى احسن مني بكتير. انا وجول، انا وجول اقسم بالله. بص 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 عدله بقى. انت ليه واقفين كده؟ مش فاهم كده. احنا هنجري استرزات جديده بس. معلش بقى ده اخر الشراب. ما في كده. طيب في كده. انتوا واقفين بتعملوا ايه اصلا؟ معاك هو معاك اقسم بالله. انا ايه يا كيمو؟ ما انا واقف بتضيع ليه يا اخي؟ ايه الانانيه دي؟ هات 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 كيمو. هات هنا. هات. انا فاضي اهو. انا فاضي اهو. انا فاضي اهو. هات هات هات. انتوا كاملين اصلا من بدري؟ معلش 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 يا جماعه، انا اسف اسف. رايت رايت رايت. بص مع رجاله معلش، انا خارج يا جماعه، انا خارج. يا ابني بتعمل ايه انت؟ بتصور ايه؟ خدت اللقطه اللي قلت عليها؟ لقطه ايه؟ هو انت لمست الكره من ساعه ما نزلت ولا في حد فيهم عايز يعبرك؟ جدي انت شكلك عايزنا نشد عليك في الشغل. لا والله. لا عايزنا نشد عليك في الشغل. لا لا والله اخر مره. ركز بقى علشان خاطر ناخد اللقطه. خلينا نمشي. يوسف حبيبي انت صدرك تعبان، ما تنزلني مكانك دقيقتين انت تريح تاخد نفسك. بص انت عامل ازاي؟ اخلص الهجمه دي وانزلك، بس انت مش محتاج وصيه. محتاج وصيه. الله يا جميله. كيمو كيمو خمسه. إيه؟ كيمو الله يكرمك. خمسه خمسه معلش انا خطر. انت تطلع قدام وانا الصراحه عايزك ما وراء الطبيعه الصراحه. النبي مين؟ خلي دول معاك التليفون والنبي. ما تصورش حاجه. ايه ايه ما تصورش حاجه معلش. ايه يا ابني ده؟ بقول لك يا فنان، هو ابو مش بسكوته بس يا حبيبي. طب استنى خد رقم عشان حاجتك اللي انت سايبها دي. كيمو كيمو بقول لك، بص يا معلم ما تقعد شويه وتنزلني، انا هديك سندوتش من اللي معايا. لا بس اللي معاك ده بسمسم انت فاهم يعني. يا فنان. قصدي سمسم بتاع الوصيه يعني. ما يا حبيبي ما انا فاهم. ما هم قالوا الوصيه من شويه. ما هو برضه ما عملتش حاجات كتير يعني. ف طب ايه رايك بقى ان انا هشد عليك في الشغل يا جندي؟ طب ليه يا ريس؟ انت هتقعد معايا النهارده لحد 6 الصبح. ليه يا ريس؟ عشان انا ما عملتش حاجات كتير، فانا اقعد بقى النهارده عشان نشوف هنعمل ايه بقى. عشان انا اشتغل، عايز اشتغل كتير. ماشي يا امان. امان ماشي ماشي يا كيمو. الو ايوه خالته. رايت رايت. قالت لك رايت. هي خالته. ها خالته. ازيك؟ اهلا. ايه يا كريم؟ ايه يا كريم اللي انت عامله في امين ده؟ ما هو مالوش فيها خالص. بصي يا خالتي، بصي بصي قدام الناس بقى طول الوقت عمال يعمل كده. كريم ما تقولش كده، امين بيعرف يلعب. حلو حلو. بقول لك انزل العب على الشاش. ايه الشاش دي؟ بص اتفرجي. مش عارف الشاش؟ لا وعارف الشاش. مش عارف الشاش انا. الشاش ده اللي هي ليبرو. ليبرو؟ يعني تقف ورا خط الدفاع وتطلع كل الكور اللي تسقط لك. ايه يا خالته انت بتفهمي في الكوره حلو كده ازاي؟ ده المفروض تنزلي مكاننا. والله يا ريت، والله يبقى احسن. شايفه يا خالته؟ شايفه يا خالته؟ بص هو الاسلوب ده بقى من ساعه ما جه. بس اخلصوا. ها اخلص. ها اخبرش. حاضر يا خالته. خلاص بقى. حاضر ماشي. هتروح تستحمى. الريحه اللي طالعه دي. ما انا بلعب سنانك. حاضر. ها غير هدومك. حاضر حاضر. بس اعمل لي فنان ونجم. ها ايه يا خالته؟ ريحتك طالعه عيب كده؟ ما انا بلعب يا خالته. ما انا هعمل ايه؟ طب ما هي هظبطها ازاي؟ يلا مش عايزين تخانق مع حد.